الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتكلم على زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف تايمز البريطاني اللي هو تايمز هاير اديوكيشن. بنتكلم انه وصلنا فيه 19 جامعة مصرية بين افضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25 ألف جامعة على مستوى العالم، والتصنيف ده يعني ده الرقم مقارنة بالعام الماضي. عدد الجامعات المصرية هم 9 جامعات في تصنيف العام الماضي، 8 في العام اللي قبل الماضي، وكانوا 3 فقط في التصنيف اللي اتعمل من 3 سنوات. احنا السنة دي 19 جامعة مصرية دخلوا بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف ما بين 25 ألف جامعة حول العالم. ده تصنيف تايمز هاير اديوكيشن. الحقيقة انه التصنيف ده بيعتمد على مؤشرات رئيسية، معلش مهم ان انا اقولها لحضراتكم سريعا، بيعتمد على يعني المؤشرات دي جاية بنسب معينة وليها علاقة بمحاور كده معينة بيتم فيها هذا التصنيف. بنتكلم على البيئة التعليمية ودي بنسبة 30%. بنتكلم على البحث، حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة ودي بنسبة 30%. الاستشهادات اللي هي يعني تأثير البحث دي جاية بنسبة 30%. العلاقات الدولية اللي هي زي أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث دي جاية بنسبة 7.5%. ودخل الصناعة اللي هو نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5%. فإذا جامعات مصر زاد عددها الموجود أو المدرج في تايمز هاير إديوكيشن. موضوع كمان مهم جدا كان رئيس الوزراء اتكلم فيه، وده موضوع الحقيقة بيقرق حياتنا كلنا يعني منذ عشرات السنوات ونحن نتحدث عن تراكم